انضم الينا نهاد ابو غوش مدير مركز المسار للدراسات السياسيه والباحث في الشؤون الاسرائيليه. مرحبا بك سيد نهاد. نتنياهو الذي ظهر في رفح مسوقا لما اعتبره بانها ام المعارك هناك وجنوده يقتلون في الشمال، التي قال هو وقالت ايضا وقال جيشه بانه اتم العمليات فيها، كيف يسوق لقيادته حتى الآن لهذه الحرب التي تدور في دائرة مفرغة وفي مسار لا يؤدي إلى أي نتيجة، كيف يسوق لذلك في إسرائيل؟ نعم، صباح الخير وتحياتي لكم. طبعا نتنياهو يدعي أن أنه يحارب عدوا مريرا، وأن هذه معركة وجود، وأن حماس والمقاومة تمتلك بنى عسكرية وأنفاق وأسلحة، و يعني تدعمها إيران. يعني كل هذا حتى المبالغة أحيانا في تقدير حجم القدرات العسكرية المادية للمقاومة، بمعزل عن كونها إرادة شعب، ويعني مسألة منبعثة ونابعة من توق الشعب الفلسطيني للحياة وللحرية والاستقلال. هذا لا يشير له، إنما يشير لها كعصابة ومجموعة بنت وراكمت قواتها خلال السنوات الماضية. ولذلك يقول إنه عدم الانتصار على حماس وتفكيكها وإبقاء ولو بضعة خلايا لها في رفح سيمكنها من إعادة بناء نفسها. إذا هو يحاول تصوير حماس على أنها بنية عسكرية إرهابية وليست حركة تحرر وطني، متجاهلا أن أصلا يعني النضال الوطني الفلسطيني والمقاومة سبق وجود حماس بعقود من الزمن، حتى يعني المقاومة بشكلها الحديث يعني في فترة منظمة التحرير سبقت حماس بحوالي 25 سنة، بينما المقاومة يعني ترافقت مع النكبة الفلسطينية ومع نشوء القضية الفلسطينية. ولذلك يقول هو هذه معركة وجود، إما نكون أو لا نكون. ولذلك هذا الشعار ربما يهدف أيضا لتبرير الخسائر الفادحة التي تتكبدها إسرائيل، سواء في الجنود أو حتى إمكانية تعريض الأسرى للخطر، وبالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية وما ينجم عن الحرب من عزلة إسرائيل وتردي مكانتها الدولية. كل هذا يبرر بأن هذه حرب استقلال ثانية وتستحق كل التضحيات المطلوبة. ولكن سيد نهاد، يعني نتنياهو وعلى الرغم يعني من هذه البروباغاندا التي وصفت جزءا منها والتي يستخدمها لتبرير ما يحدث في قطاع غزة، حتى اليوم ليس لديه شيء يعود به، إضافة إلى أن مسألة اليوم التالي تبدو غامضة ومحل خلاف كبير جدا حتى مع وزراء داخل الكابينت وداخل حكومته. ما خلا العصابة التي تحيط بنتنياهو، العصبة التي تحيط بنتنياهو، ليس هنالك من يتفق على أنه يحسن إدارة هذه الحرب، وبالتالي كيف يستطيع أن يمسك بزمام الأمور حتى الآن في الداخل الإسرائيلي رغم هذه الخلافات ورغم عدم وضوح اليوم التالي وأيضا فشل استراتيجية الحرب حتى الآن؟ هذا صحيح يعني ما تفضلت به، لكن هناك انقسام في المجتمع الإسرائيلي، وهذا الانقسام يعني ليس ضد الحرب، هو ضد أولويات الحرب وضد الشكل الذي يقود به نتنياهو هذه الحرب، وإهماله لمصير الأسرى وعدم رغبته أو رفضه لنقاش موضوع اليوم التالي. موضوع اليوم التالي الخلل في عدم نقاشه ليس إجرائيا أو إداريا أو أنه والله ليس هناك وقت يعني لنقاش هذا الموضوع، بل أنه نتنياهو يحاول تجنب أي تفكك لائتلافه الحكومي، لأنه لو أجاز الاستيطان واحتلال جزء أو أجزاء من قطاع غزة هذا سينفر بعض القطاعات المشاركة من الحكومة وأيضا سيستفز المجتمع الدولي، ولو رفض موضوع الاستيطان هذا أيضا سوف يدفع إلى معارضة اليمين المتطرف. ولذلك هو يحاول الإبقاء على هذا الموضوع للمستقبل، من جهة أولا لا يريد تفكك الائتلاف الحكومي، ثانيا ربما يراهن على أنه سوف يرسم بالوقائع العملية على الأرض من خلال الدبابات والجرافات والطائرات والسلاح، سوف يرسم معالم الحل النهائي على الأرض وليس من خلال المواقف النظرية والتصريحات. مسألة أخرى، لعل نتنياهو أيضا يراهن على إمكانية حدوث معجزة ما، إنجاز معين
صورة انتصار يعود بها إلى الجمهور، يعني هو أقرب إلى مقامر، لأن وقف الحرب يعني الإطاحة به على الفور. لا يمكن أن يستمر نتنياهو في الحكم إذا أوقفت الحرب، هذا سيؤجج كل المعارضة والخصوم بالضغط على نتنياهو لإجراء انتخابات مبكرة، وعلى الأرجح أنه سيفقد منصبه، ولذلك هو يؤجل هذا الأمر قدر الإمكان. حتى عملية رفح ربما هذه هي أحد أهم أسبابها، أنها سوف تمكنه من إطالة أمد الحرب، بالإضافة إلى أنها سوف تمكنه من إعادة التحكم بقطاع غزة من البداية، من يعني بشكل كامل، بما يؤسس لمستقبل خاضع لإسرائيل لقطاع غزة. يعني هذا ما يقوله نتنياهو. إذا كنت تذكر سيد نهاد، قبل أكثر من 5 أشهر من الآن كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الآراء ترجح بأن هذه الحرب ربما تنتهي على رأس السنة، ثم لشهر لشهرين، ويبدو بأنها مستمرة، ونتنياهو يقدم مزيدا من الوقود لإذكاء نار الحرب، والآن يتحدث عن معبر رفح. كيف يستطيع نتنياهو أن يحقق من خلال معبر رفح ما عجز عن تحقيقه في مناطق الشمال وكذلك الوسط؟ يعني لا أعتقد أن أحدا، يعني أن كثير من الإسرائيليين مقتنعون بذلك، معظم القيادات العسكرية غير مقتنعة بذلك، وأيضا الجمهور العريض، التحليلات السياسيين، الجنرالات، كلها تشير إلى أن رفح لن تضيف أي قيمة عسكرية أو استراتيجية لما تم حتى الآن، بل على العكس، يعني يمكن أن تتحول رفح إلى كمين استراتيجي أو مصيدة للجيش الإسرائيلي، وبالتالي غياب تحديدات اليوم التالي للحرب وما هو مستقبل هذا الحرب يجعل الجيش يعني أشبه بعملية سيزيفية، كمن يرفع الصخرة إلى أعلى الجبل وكلما اقترب من الوصول تنهار من جديد، وهكذا الجيش الإسرائيلي يحتل مناطق ثم يضطر للانسحاب منها، وعندما ينسحب منها تعود المقاومة من جديد إليها. المقاومة ما زالت قادرة على توجيه الضربات من كل مكان، في الشمال، في الوسط، في الجنوب، وحتى في رفح يمكن أن تواصل القتال لأشهر ربما إلى الأمام. طبعا يعني هنا أود أن أشير إلى أن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي يجعل فئة عريضة وليست قليلة الأهمية من الجمهور تؤيد نتنياهو في مساعيه حتى لو أدت إلى خسائر فادحة. هم يرون أن استمرار هذا الحرب يحقق لهم أطماعهم وشهواتهم، بما فيها إعادة الاستيطان في غزة، وبما فيها أيضا النزعة الانتقامية من الفلسطينيين. الفلسطينيين هم أعداء، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين أو حتى أطفال ونساء حوامل، ولذلك نرى أن الهجمات تشمل كل أنحاء الضفة الغربية من قبل المستوطنين ومن قبل الجيش، ولذلك هناك نزعة انتقامية ترى أن الفلسطيني هو عدو وجودي وليس مجرد يعني خصم، ولا يعني يحصرون هذه العداوة في حماس وأجهزتها العسكرية، بل يرون أن كل فلسطيني هو هدف مشروع لجيش الاحتلال، ويعني مباح قتله والقضاء عليه أو تهجيره من هذه البلاد. نعم سيد نهاد، ما هو المشروع الذي يفضله نتنياهو لمعبر رفح؟ وهو يقدم مقترحا لمصر في إدارة معبر رفح، حتى الآن السلطات المصرية ترفض ذلك. ما هو المشروع المفضل بالنسبة لنتنياهو وحكومته في المعبر؟ هذه مشكلة كبيرة يعني لم تحسم حتى الآن، ليس فقط لمعبر رفح بل أيضا لغزة. تسربت بعض التصورات، بعضها طرحها وزير الدفاع جالنت، وبعضها طرحها نتنياهو، ثم جاء رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي ليعرض مشروعا مشابها لمشروع نتنياهو. من ضمن هذه الخيارات يعني هناك 4 خيارات رئيسية، هي بقاء حماس وهذا هو أسوأ الخيارات، أو تسليم القطاع إلى هيئة دولية، وهنا يعني امتحان من الذي سيقبل ذلك، يعني بأن يكون جزء من خطة إسرائيلية. الخيار الثالث الاحتلال العسكري لقطاع غزة، والخيار الرابع هو عودة السلطة الفلسطينية المتجددة يعني بالصيغة الأمريكية. هذا يعتبر أسوأ الخيارات، يعني عفوا أقل الخيارات سوءا، عودة السلطة هو أقل الخيارات سوءا، لكن نتنياهو يرفض التحديد، هو يريد أن ينقض اتفاقية عام 2005. إسرائيل كانت على المعبر حتى العام 2005 لكنها انسحبت مقابل رقابة أوروبية وإشراف من بعيد من قبل إسرائيل، إشراف إلكتروني على المعبر. يبدو أنهم يريدون تغيير المعادلة، وبالأمر الواقع فرض وجود إسرائيلي مباشر ومادي على المعبر، سواء من خلال
أجهزة رقابة أو من خلال وحدات أو حتى من خلال اقتطاع جزء من الشريط فاصل بين قطاع غزة ومصر، بحيث يعني يبنى جدار وتنشأ ترتيبات تشمل إقامة جدران عميقة داخل الأرض تمنع تهريب السلاح، كما يدعون أن هذا هو الشريان الرئيسي الذي يزود المقاومة بالسلاح. فإذا هناك ترتيبات لكل قطاع غزة، وهي إبقاء قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، وترتيبات لرفح بأن تشرف إسرائيل مباشرة على ممر صلاح الدين كله وليس فقط على المعبر. أنا أعتقد أن الإسرائيليين لا يريدون بقاء معبر رفح كمعبر رئيسي كشريان رئيسي، بل ها هم يشجعون وجود الرصيف المائي، ويشجعون أيضا وجود معابر، مثلا إعادة فتح معبر بيت حانون بصلة بميناء أسدود وليس بصلة مع الضفة الغربية، ولذلك هم معنيون بتهميش معبر رفح لأنه شريان العلاقة بين فلسطين في قطاع غزة وبين مصر وبين العالم الخارجي. نعم سيد نهاد، وقد ذكرت الرصيف البحري، هل يلفت انتباهك التزامن بين إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن اقتراب تفعيل وتشغيل هذا الرصيف البحري مع احتلال وتعطيل معبر رفح؟ بالتأكيد يعني هذا أمر يعني واضح تماما، يعني أن إسرائيل أغلقت 7 معابر على كل حال بين قطاع غزة والخارج، بعضها يعني مع الداخل المحتل عام 48، هناك معبران على الحدود المصرية بالإضافة إلى معبر كرم أبو سالم. يعني حتى حين سمعنا عن الرصيف البحري جرى الحديث عن أيضا فتح معبر للمساعدات الأردنية يقع في أقصى الطرف الجنوبي الغربي لقطاع غزة، وهو عفوا الجنوب الشرقي، وهو معبر كرم أبو سالم، بينما يغلق معبر بيت حانون، يغلق معبر صوفا، معبر يعني يسمونه معبر المنطار، كل هذه المعابر تغلق بما فيها معبر رفح، لأن إسرائيل تريد التحكم بكل شاردة وواردة، بكل ما يدخل ويخرج من قطاع غزة، سواء كان مواد إغاثية، مواد إنسانية، دخول الأفراد، دخول السلع ودخول البضائع، وحتى منع دخول ما يسمى المواد المزدوجة ذات الاستخدام، وهي مواد قد تكون طبية أو إنشائية أو معمارية. يعني قد تشك إسرائيل بأنها تستخدم في بناء الأفواج أو في صناعة السلاح، ولذلك إسرائيل يعني فكرة الممر البحري ليست مجرد فكرة إنسانية يعني لإيصال المساعدات، بل هي أيضا ربما تستخدم في تشجيع الهجرة من فلسطين إلى الخارج. هذا الأمر مطروح أيضا يعني حتى بين إسرائيل، وهناك نعم فكرة بريطانية إسرائيلية نسقت مع قبرص، يمكن أن يشكل هذا الممر المائي بين قطاع غزة ولارنكا أيضا معبرا لهجرة الفلسطينيين، طبعا طوعا يعني ظاهريا طوعا، لكن هم طيب سيد يختلفون نهاد، واقعا ربما حياتيا هذا، مستحيلا. نعم ربما هذا أيضا، يعني أنت ذكرت أن يتحول هذا المعبر أو دعني أقول هذا الرصيف إلى ميناء أيضا يصدر الغزيين، ولكن نعم السؤال الذي يطرح هنا، هل هذا يفسر غضب نتنياهو من مصر الذي عبر عنه عندما قال بأن مصر يعني اتهمها بأنها تسهم في منع حركة الغزيين وخروج الغزيين من خلال منع تشغيل معبر رفح، والغضب الذي أظهرته مصر أيضا بالمقابل، هل يعبأ الإسرائيليون به كثيرا؟ والله ما في أسبقيات يعني لهم في التعامل مع المعبر، لم يكونوا يراعون المشاعر المصرية واستفزوا المصريين كثيرا حتى في المحكمة العدل الدولية حين قالوا أن من يغلق المعبر هي مصر، ثم قالوا أن يعني هناك موافقة من 3 دول عربية على المشاركة في قوات، يعني ذكروا مصر والإمارات والبحرين. طبعا كان يعني هذا أمر جرى نفيه من قبل الأطراف المعنية، وهو ايضا ينفى من اي طرف يعني يشار له بمعزل عن ارادته. اسرائيل لا تراعي هذه الاعتبارات كثيرا، لكن واضح تماما ان العلاقات المصريه الاسرائيليه تتوتر بشكل متسارع، خصوصا بعد اعلان مصر عن تاييدها لدعوه جنوب افريقيا، والخشيه المصريه الجديه من ان تدفع اسرائيل النازحين في رفح الى الاندفاع، لا اقول الهجره، الاندفاع، ربما هربا بحياتهم الى مصر. وهذا الامر يمكن ان يكون من خلال يعني عمليات بسيطه، يعني يمكن ان تخرق الجدار وبالتالي يندفع الناس وينشا موقف يعني يشكل نقطه الاحتجاج الرئيسيه لدى مصر، وهي
هجرة الفلسطينيين إلى سيناء، هذا أمر أولا محرج، ثانيا يظهر ضعف الدولة المصرية إزاء يعني إسرائيل ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. الوضع معقد جدا، ويبدو أن العلاقات تتوتر، ومع أنه إسرائيل تجنبت الإشارة إلى مصر أو مهاجمة مصر، لكن يبدو أن هذا كان موضوعا رئيسيا في جلسة الحكومة الإسرائيلية بالأمس، حيث هاجمها نتنياهو بشدة وهاجم انضمام مصر أو مشاركتها حتى أو على الأقل البيان المصري لدعم دعوة جنوب أفريقيا. هناك أنباء أن مصر لن تنضم فعليا إلى الدعوة الجنوب أفريقية، لكن على الأقل هذا التأييد العلني والموقف البارد تجاه ما يجري على معبر رفح والخشية من اندفاع اللاجئين والنازحين إلى مصر، هذا الأمر مزعج جدا لمصر. شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات السياسية والباحث في الشؤون الإسرائيلية من رام الله.